إسرائيل مؤخرا ضربت كل الجبهات، هي ضربت جماعة الحوثي ضربة كبيرة في الحديدة، فؤاد شكر في لبنان، ضربت جرف الصخر، وإن كانت إسرائيل ليست مسؤولة عن هذه العملية وإنما الولايات المتحدة، لكن هذا أمر حدث متزامنا مع هذه الأحداث. قتل إسماعيل هنية داخل إيران، وكذلك أحد عناصر الحرس الثوري الإيراني بحسب الأنباء من انفجار اليوم في دمشق في السيدة زينب أيضا قد قتل. كل هذه الجبهات ضربت، هل تعتقد بأن صورة إيران القوية أصبحت مهددة بالخطر الآن بعد كل ما جرى؟ تعلم من المثير للاهتمام أنت نوهت إلى جرف الصخر، ولكن حقيقة ربما منذ أسبوعين كان هناك مستودع لقوات الحشد والذي انفجر في العراق، فإذا هناك انفجار لمستودع أسلحة انفجر في العراق، والأغلب بأن إسرائيل مسؤولة عن ذلك. فأنا أعتقد بأن أكثر من استعراض أو عرض للضعف الإيراني، أعتقد بأنه يوضح قدرات الإسرائيلية. الولايات المتحدة لم تقم بالعمل في اليمن، أعتقد بأننا لم نقوض من قدرات الحوثيين، أعتقد بأننا لم نستهدف قياداتهم الكبرى هناك. وأما إسرائيل فبعد هجوم الحوثيين قد أخذت زمام الأمور بيديها، وهي توضح على مدى 9 أشهر الماضية بأنها ترزح تحت الهجوم من عدة جبهات، سوريا ولبنان والعراق واليمن وغزة ونوعا ما من الضفة الغربية أيضا ومن الأذرع الإيرانية، وهذا بدأ في أن يؤثر وأن يرفع الكلفة على هذه الدول والأذرع، وأيضا بالنسبة لإيران ربما. فإذا أعتقد بأن هذا إيضاح للقدرات الإسرائيلية رغم ذلك بأن تعمل في جبهات متعددة في ذات الوقت، وأنه أمر يعني يتحدث عن الضعف في إيران والنقص في إيران. ولكن من جديد أعتقد بأنه سيكون هناك رد هنا، وسنرى كيف ستؤول الأمور خلال الأيام التالية، سيكون من المهم أن نراقب ذلك.